بحكي للاعبين الكويت ان شاء الله بالتوفيق المباريات الجايه، وخصوصا مباراتنا مع مباراتهم مع لبنان. بتمنى لهم كل الموفقيه والتوفيق، وبدنا اياهم ان شاء الله يعودونا زي ما عودونا في المباريات السابقه انهم يكونوا على قدر المسؤوليه. راح نحقق نتيجه ايجابيه اللي ترضي فيها جمهور الكويتي، وباذن الله باذن الله ان راح نكون اول متاهلين للتصفيات باذن الله. انا كل ثقه بعيال الكويت ومنتخب الكويت، واقول هذه فرصتنا يا شباب، وانتم عودتونا يا شباب الكويت على ادخال البهجه والفرحه والسرور لجماهيركم، وان شاء الله انا متفائل فيكم واتمنى لكم كل التوفيق باذن الله. بالنسبه حق مباراه لبنان ان شاء الله ربعنا قدها وقدود، ان شاء الله فوز لنا. تمنياتنا بتوفيق لمنتخبنا الازرق ان شاء الله مع لبنان، وهذه دعوه لجماهيرنا لجماهير الكويت كلها على الوقوف يا منتخبنا تاريخ 15 مع منتخب لبناني. نحن نتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا، ونتمنى من فيريرا مدرب المنتخب ان يكون قارئ فريق اللبناني بشكل صحيح على اساس يتجنب الاخطاء اللي وقع فيها بالمباراه الاولى. وانا كل ثقه جمهورنا الجمهور الوفي انه يوقف وقفة رجل واحد مع منتخبنا. طبعا احنا نسميه دائما ان اللاعب رقم 12. طبعا اتمنى فوز منتخبنا على منتخب لبنان. نأمل من الجمهور أن يحضر المباريات هذه ويشجع اللاعبين، لأنها فرصتنا الصراحة. بس أنا شايف تقديري بالنسبة للفريقين، عن فريق الكويت أفضل من فريق لبنان. تابعتهم للتصفيات، تتابعهم، الفريق الكويتي أفضل. أدعو الجماهير الكويتية إن شاء الله يوم 15-11 حضور للملعب لمساندة المنتخب، لأن أعتقد مباراة المنتخب هذه مصيرية. التوفيق منتخبنا تاريخ 15-11، الفوز إن شاء الله، تحقيق 3 نقاط. أتمنى الفوز على منتخب لبنان. يلا الجمهور نروح الملعب.